كان ما في أكل، خاصة للصغيرة كانت تشرب حليب وما في حليب. صار وقت انه ما عاد في اكل، ما عاد في شرب لكل العالم. اتفقت العالم انه كلها تطلع لانه نحن ميتين جوا، واذا طلعنا رح نموت، فهي موتة وحدة. فجمعت العالم الساعة 6 الصبح تقريبا شي 5000 شخص. طلعنا مشينا من عدرا العمالية لطلوع التناية مدة تقريبا 7 ساعات 8 ساعات بالصحراء، وانا ما معي شي للصغيرة ابدا، حتى مي ما معي. نحن بعد ما طلعنا وتهجرنا من منطقتين، توصلنا سألنا عن عدة منظمات، طلعنا بلا ولا شيء. نحن تعبنا كتير، تعذبنا كتير. توصلنا لمنظمة كاريتاس، قدمت لنا أكثر من مساعدة، قدمت لنا مساعدات أغذية، أدوية، المساعدات اللي كنا بأمس الحاجة إلى وصلنا لها بالوقت المناسب. لقينا الدعم النفسي قبل المعنوي، قبل المادي، قبل الشيء اللي قدموا لنا اياه. ما قصروا باي شيء. كانت الكلمه اللي تقلي اياها انه ما تنطري تليفون مني لحتى ادق لك، انت اذا احتجتي شيء بالوقت يلي ما يوصل وقتك تعي لعنا ونحن بنلاقي الشيء المناسب نقدم لكم اياه.